كذلك مما أدعو إليه وأتصور أنه من دواعي النجاح في الدعوة الجرأة. الجرأة يعني كثير من الناس لا أدري، يعني خاصة معنا في عمان ربما حتى نكون أصرح، يعني فيهم نوع من الخوف، نوع من الجبن، نوع من الحياء، نوع ما معف، يعني تسامح، عاد زاد علينا التسامح إلى حد السذاجة، يعني كأن البقاء على الكفر يعني كأنه لا بأس به. ما أعرف ما كيف أفسره، يعني ما أريد أن أتقول عليهم، لكن هكذا. فلا يبذلون جهدا لأجل الدعوة، ومجال الدعوة مفتوح بكل بساطة. مثلا وأنا واحد منكم، يعني كم لدينا من العمال في أنواع تجاراتنا وفي بيوتنا في ونتعامل معهم سواء في يعني الوظائف الخاصة والعامة أو نلتقي بهم وهم غير مسلمين. هل في يوم من الأيام قلنا لهؤلاء ادخلوا الإسلام أو اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عرفناهم بالإسلام؟ هل حدث هذا؟ وربما يمضي أحدهم 10 سنين 20 سنة هنا في البلد ولا أحد يكلمه عن الإسلام. وفي بعض الأحيان الأمر أشد، أن هؤلاء يتمنون أن يكلمهم أحد عن الإسلام فلا يجدون، ويتصورون أن هذا الدين خاص بالعرب مثلا، فهو خصوصية، فلذلك لا نريد أن نتكلم في هذا الموضوع أو نسأل، لأن هذا مثل قبيلة يعني قومية. مسؤولية من؟ بل أشد من ذلك، يعني أستاذنا يعني قبل قليل يخبرنا عن هذه القصة، يعني يقول جاءت اليوم في هذا اليوم امرأة فلبينية تدخل الإسلام، تعرفون قصتها؟ ذهبت إلى مسجد من المساجد وعلى لباسها المعتاد يعني متبرج، وهجمت على المسجد، ففوجئ إمام المسجد قال الشاب بسم الله الرحمن الرحيم ما أتى بهذه المرأة إلينا؟ فقالت أنا جيت أدخل الإسلام. ما شاء الله تعالى تدخلين الإسلام؟ يلا بسم الله. أقرأها الشهادتين ودخل. لكن ما قصتها؟ هذه المرأة تذكر بأنها منذ 9 سنين هي موجودة هنا، وتقول كفيلها أريد أن أدخل الإسلام، خذني إلى مسجد أو إلى شيخ يعني يدخلني الإسلام، وهو يتمنى. وآخر شيء خرجت بدون إذنه وقالت سأفعل أي شيء. ما شيء عجيب هذا يا إخوة، هي تطلب دخول الإسلام وهذا وحده يتمنى. هذه لا هي القصة، مثل أحد الإخوة بنفسه أخبرنا عن هذا، ما أعرف يمكن هو عقل في شيء ولا كيف، الله أعلم. عنده أيضا عاملة تريد أن تدخل الإسلام، فقالت لنا عندي موضوع، قالها تفضلي، قالت تريد أن أدخل الإسلام، قالها استخيري. والله إيش الكلام، واحد يستخير دخول الإسلام؟ إيش هذا الكلام؟ يعني يفكر بعد، يعني مسألة عظيمة، مثل ما يصنع بعض الناس هكذا، يعني شخص يريد أن يدخل الإسلام يقول انتظر حتى نذهب إلى الشيخ أو غدا سنذهب، إذا مات قبل ذلك يا أخي أقرئه الشهادتين مباشرة، ما تعرف ربما بعد لحظات تنزع روحه، وخلي بعد ذلك الإجراءات الرسمية تأخذ إلى مكتب الإفتاء ولا ما تعرف بالإسلام جزاكم الله خير ولا أين، مباشرة ما تأخر لحظة. يعني مسألة عظيمة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مسألة فيها جنة ونار كلها لحظات.